Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi Surah Al-Ahqaf 21 22 23 24 25 qawmahu Wa dhkur 'ad anzara bil ahqafi wa qad khanat min bayni yadayhi wa min khalfihi الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت وأبلغكم ما أرسلت أرسل به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما راه عارضا فلما رعوا عارضا مستقبل أولياتهم هذا عارض ممطرنا بل, بل بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين